انا عملت افلام دلوقتي اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده من 2007، دلوقتي احنا بقالنا 8 سنين. انا بقول لك اتحدى تجيبي لي حاله تماهت مع بطله فيلمي الخاطئه وحاولت تقلدها. مفيش يا منى، بجد انا بكلمك على دراسات. انا معمول دراسات على افلامي، مش بتكلم كلام خلاص عبيد. هنرجع مش هنعصب تاني. فهنا لا، مش عصبيه. فانا بقول لك انا بحسب في ممكن انا بقدم النموذج اللي يخلي البنت اللي هي بنتي دي مايا لما يبقى عندها 15 سنه وتشوف الفيلم، لا يمكن تبقى الشخص ده، لا يمكن تبقى البنت دي، لا يمكن تبقى لها ان هي اتخضت من الموضوع ده، ان اتخضت من ده. لا، وانا عامله بتكنيك معين ينفرها منه مش يحببها فيه، وده مهم.